أنا فلسطيني مولود بالإمارات. أنا بحب الإمارات لعدة أسباب. أول سبب لأني عشت هون وتربيت هون بين أولاد هالبلد وبخير هالبلد. أنا شخصياً ما عمري حسيت أنه أنا عايش في بلد غير بلدي، ولا أظن أنه أي حدا من الجنسيات الثانية يحس هذا الشيء. أنا بحب الإمارات لأنه هون في شعور بالاستقرار بالأمان، والشعور أنه الدولة والسلطة هي أهل لإلنا، والشعب هو أبناء أكثر من أنه تكون سلطة علينا.